عليكم ورحمة الله، عاملين يا جدعان؟ أنا علي طارق من كلاس 1C. النهاردة هنشرح يونت 6 في ليسون 1. أول حاجة definitions، بعد كده synonyms و antonyms. population اللي هي تعداد سكاني. هنبدأ define أولا the people who inhabited، يعني live، يعني الناس اللي بيعيشوا، تعداد ك city أو يعني تعداد ال city A أو country A. مثلا ecosystem النظام البيئي. All the plants and animals living in an area considered as a system in which everyone depends on one another. يعني النظام البيئي ده بيتكون مع نباتات وحيوانات بيعيشوا وبيعملوا سيستم، نظام واحد، في everyone depends one another، يعني كأنهم حاجة واحدة، بيمثلوا الطبيعة. habitat the natural environment in which animals and plants live. الطبيعة أو المسكن بتاع الحيوانات أو كده، أو هي البيئة، مثلا الغابة هي مسكن الحيوانات وال plants. theory نظرية، زي نظرية أينشتاين وفيجنر كده. ideas to express something، يعني انت بتشوف مثلا وجهة نظرك مع حد، يعني وجهة نظرك في اي حاجة. مثلا explosion انفجار، a sudden burst of energy that causes damage، يعني زي القنبلة كده مثلا، يعني explosion انفجار مثلا قنبلة كده. universe a space plants and everything surrounded it including the earth. طبعا اليونيفرس ده كون، اللي هو الفضاء، اللي هو كده، اللي هو بيبقى فيه كل حاجة، مثلا earth والمون والصن وكده، الكواكب وكده. flood يعني فيضان، مثلا تسونامي او كده. an area that's covered with a liquid، سائل، يعني من مياه، يعني مثلا تسونامي برضو اللي هو كده، ف حاجة من كبيرة. يعني shelter a place used for protection from dangerous animals or bad weather. shelter اللي هو a place بيكون انت بتستخبى منه. example زي مثلا بيتك من فيروس كورونا. transforming the activity of growing crops، انت بتجيب المحاصيل. فورمينج يعني انت بتزرع او كده، كأنك فلاح كده مثلا، سوري يعني في اللغة يعني كده. disaster something bad happened that causes damage، برضه نرجع لكارثة اللي هي برضه نفس الاكزامبل اللي هي فيروس كورونا برضه. طيب نيجي للسينونيمز والانتونيمز. increase gain by decrease، يعني gain عكسها بقى decrease. I مثلا example I gained some weight I need to do x، يعني وزني زاد فعايز اعمل مثلا رجيم كده. careful معناها take care of، لا تخلي بالك من، وعكسها careless لا تخلي بالك برضو. This woman is careless, nothing matters to her. يعني مخلي بالها، محدش يقدر يعني يزيها او كده. disappear vanish عكسها appear، طبعا مش vanish اللي احنا عارفينه اللي هي بتاع الغسيل، لا يعني يختفي. the magician مثلا example اللي عليها the magician made my hat finish كده ماشي. يعني obvious clear عكسها I'm obvious. مثلا example عليها the question is very clear to understand it، انت بتفهمها، فاهم قصدي. doubt extinct عكسها survive، لا انت بتعيش نفسك، يعني مش بتعيش نفسك بالظبط، يعني هي مفترض
هي مفترض dinosaurs are extinct animals، يعني extinct يعني اللي هي انقرض، survive اللي هو يفضل عايش كده ما ينقرضش من الاخر. go green معناها planet، عكسها remove او displace. يعني مثلا اقول example عليها I don't have any flowers at home، انا ما عنديش ولا وردة يعني. I need to go green، انا عايز عايز ورد، عايز يعني عايز الجنينة بتاعتي تكون خضرة. فاهمين؟ شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.